السلام الله عليكم، معكم رضا من قناه كورافانز وحلقه جديده. اذا مانشستر سيتي يتاهل الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما اطاح بالريال مدريد ذهابا وايابا بنفس النتيجه، هدفين لهدف واحد. وفي لقاء اخر مفاجاه من العيار الثقيل، لا يوفي يقصى من دور 16 بقياده كريستيانو رونالدو. ليون تمكن من تحقيق مفاجاه من العيار الثقيل بالرغم من انتصار اليوفي بهدفين لهدف واحد. هذه النتيجة لم تكن كافية بحكم على أن ليون انتصر في لقاء الذهاب. فقط اليوم إن شاء الله غنحاول نتحدثوا خصوصا على لقاء ريال مدريد ولقاء مانشستر سيتي، لأنني لم يتأتى لي أن أشاهد لقاء اليوفي بحكم على أن اللقاءين تلعبوا في نفس الوقت. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الحلقة، إذا عجبتكم الحلقة كما هو العادة ما تنساوش تدعمونا باللايك، بارطاجيو الحلقة بالنسبة لك يشاهدنا أول مرة، تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول. ريال مدريد يغادر دوري أبطال أوروبا من دور 16، شيء لم نعتد أن نشاهده في السنوات الأخيرة. الفريق اللي سيطر بالطول وبالعرض على أوروبا بقيادة زيدان وبقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من وجهة نظري الشخصية ريال مدريد يدفع ثمن خروج كريستيانو لغاية يومنا هذا. اللاعب اللي كان كيسجل لك 50-60 هدف في الموسم، لاعب مؤثر، نجم الفريق، لاعب كان صراحة كيخلق الفريق خصوصا في اللقاءات الإقصائية في دوري أبطال أوروبا. لعنة أصابت الطرفين، أصابت كريستيانو رونالدو، يعني كريستيانو منذ خروجه من ريال مدريد اللاعب يعاني، لم يتوج بدوري أبطال أوروبا، لم يتوج بالحذاء الذهبي، لم يتوج بالكرة الذهبية. وريال مدريد أيضا منذ خروج كريستيانو رونالدو لم يتوج بدوري أبطال أوروبا. يعني اليوم لاحظنا بالرغم من إقصاء اليوفي ولكن كريستيانو سجل هدفين. يعني اليوفي اي واحد كيتابع الدوري الايطالي، يعني الاقصاء لم يكن مفاجئ من وجهه نظري الشخصيه. شاهدت العديد من اللقاءات لليوفي في الدوري الايطالي، فريق شاحب، فريق بدون ملامح، بدون مدرب، بدون استراتيجيه واضحه داخل ارضيه الملعب، لاعب فريق يعتمد على الفرديات فقط، يعني ديبالا وكريستيانو رونالدو، مدرب كيلعب دور المتفرج. لهذا لم استغرب من خروج لايوفي من دوري ابطال اوروبا. ليون يعني لم يلعب، يعني البطوله الفرنسيه الغيت وتقريبا لعب لقاء رسمي واحد في هذه الخمسه ديال الاشهر اللي فاتت، وبالرغم من هذا تمكن من تحقيق تاهل تاريخي ومستحق على حساب لايوفي. ريال مدريد يدفع ثمن ضعف البطوله الاسبانيه هذه السنه. ايضا ريال مدريد باش نكونوا واضحين بهذه التشكيله اللي كيتوفر عليها، صعيب على انه ينافس على دوري ابطال اوروبا. يعني العديد من اللاعبين كبروا في السن، يمكننا نبداو من الدفاع. يعني في لقاء اليوم غياب الكابيتانو كان عنده واحد التاثير كبير على ريال مدريد. يعني سيرجيو راموس اعتبره شخصيا 50-60% من الفريق، لاعب مؤثر سواء في الشق الدفاعي، لاعب صلب، لاعب يحسن التمركز، وايضا لاعب مهم فيما يخص الشق الهجومي، يسجل لك رميه حره، يسجل لك كره راسيه، يسجل لك رميه جزاء. واضف الى ذلك شخصيه القائد، هو اللي كيوقف اللاعبين في ارضيه الملعب وكيغوت عليهم وكيهضر معاهم. تنظر على ان غياب سيرجيو راموس كان عنده واحد التأثير كبير على ريال مدريد. الجميع كان متخوف اليوم من ميليتاو. ميليتاو اللي ما لعبش لقاءات كبيرة أو كثيرة في دوري أبطال أوروبا، ما عندوش واحد التجربة، والجميع كان يعول على اللاعب الفرنسي رافائيل فاران اللي عنده واحد التجربة كبيرة، واللاعب اللي توج بالعديد من يعني من من, من الألقاب مع ريال مدريد. ولكن صراحة رافائيل فاران قدم واحد اللقاء كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. جوج ديال الاخطاء كارثيه عطاو جوج ديال الاهداف للسيتي. كيف ما قلت ريال مدريد يعني صراحه كيعتمد الان على العديد من اللاعبين الشباب، لاعبين اللي ما يمكن لهمش كما كنقولوا، الا قارنا التشكيله ديال ريال مدريد وقارنا التشكيله ديال السيتي هناك فوارق كبيره. يعني مانشستر سيتي عنده جوج ديال التشكيلات، لاعبين من العيار الثقيل. الا خدينا غير لاعب دي بروين في وسط الميدان اعتبره شخصيا افضل لاعب في العالم. يعني صراحة هذه السنة قدم واحد الأداء خرافي، وأستغرب من عدم اختيار هذا اللاعب كأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي. لاعب صلب، لاعب عنده واحد النظرة ثاقبة، عنده واحد التمركز دائما صحيح، لاعب كيسجل الكرات الثابتة بكل سهولة، لاعب مؤثر جدا. يعني دي بروين 60-70% من قوة السيتي. يعني اليوم أعتقد أيضا على أن زيدان ارتكب العديد من الأخطاء. يعني إشراك اللاعب ميندي، تنظر على أنه ريال مدريد كان يعني يتوجب عليه الانتصار في لقاء اليوم، كان يجب على زيدان اشراك اللاعب مارسيلو. مارسيلو بالرغم على انه يعني كيخلي موراه كما كنقولوا شوارع، ولكن ريال مدريد كان محتاج اليوم على انه يسجل اهداف.
محتاج الاظهره سواء الرواق الايمن او الرواق الايسر. مارسيلو كنعرفوا لاعب يحب الهجوم، يحب المغامره، يحب ويحسن المراوغات ويحسن التوزيعات. صراحه ميندي لاعب صلب دفاعيا ولكن هجوميا يقدم اداء محترم. واللاعب ميندي ايضا لاعب شاب مازال ما عندوش واحد التجربه كبيره. وسط الميدان ديال ريال مدريد اليوم كان وسط الميدان تائه، يعني كاسيميرو قدم واحد اللقاء كارثي، العديد من التمريرات الخاطئه، مودريتش لاعب متقدم في السن، كروس ما شاهدناش، اللاعب اللي شفتو صراحه كيحاول في الهجوم اللاعب رودريغو اللي قام بعد المراوغات وقدم تمريرات الهدف، بنزيما يعني دار الدور ديالو صراحه ما يمكنناش نلوموه. استغرب من اشراك اللاعب هازار، يعني لاعب غاب تقريبا الموسم كله ما قدم ولا شيء لريال مدريد، وبالرغم من هذا زيدان اعتمد على اللاعب تقريبا لمده 70 دقيقه. يعني تنظر اي واحد شاهد اللقاء لم يشاهد اللاعب هازار. كان يتوجب على المدرب اشراك اللاعب فينيسيوس. فينيسيوس لاعب سريع يحسن المراوغات، يمكن يصيد لك ضربه جزاء، يمكن يدير خلخله في دفاع السيتي، يعني دفاع السيتي دفاع هش بقياده اللاعب العجوز فيرناندينيو. استغرب على ان غوارديولا اشرك اللاعب فيرناندينيو 35 سنه، واللاعب ايضا كانسيلو لعب في المركز في الرواق الايسر، كنا كنعرفوا على ان اللاعب كانسيلو كيلعب دائما كظهير ايمن. يعني زيدان لم يستغل الاخطاء اللي قام بها غوارديولا في التشكيل. وكيف ما قلت ريال مدريد يعني قدم واحد الاداء متوسط في اللقاء اليوم. كيف ما قلت كان بامكان السيتي في العديد من المرات على انه يسجل الهدف الثالث والهدف الرابع. ريال مدريد تقريبا في الشوط الثاني كما كنقولوا يعني لم يقدم شيء، والفريق تقريبا انهك بدنيا. السيتي ما بغيناش كما كنقولوا نبخسوا الحق ديالو. السيتي يعتبر من المرشحين الاوائل للفوز بدوري ابطال اوروبا هذه السنه، واعتبر فرصه هذه السنه فرصه مواتيه بالنسبه لغوارديولا، لان الظروف التي يقام فيها دوري ابطال اوروبا هذه السنه غتكون مغايره. ابتداء من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا غيكون لقاء بخروج المغلوب. يعني السيتي الا ما توج هذه السنه وعلى الاقل وصل نصف النهائي ولا النهائي لدوري ابطال اوروبا، تنظر على انه لن يتمكن من تكرار هذا الشيء في السنوات المقبله. هذه النسخه تعتبر النسخه الاسهل، يعني تاهل مستحق بالنسبه لمانشستر سيتي. ريال مدريد يجب اعاده الفريق، يعني يجب اعاده بناء الفريق. يعني العديد من اللاعبين كبروا في السن، يجب ان يغادروا ريال مدريد. لاعبين يعني لاعب بيل يعتبر من اكثر اللاعبين اللي كيتقاضوا الاجور في ريال مدريد، وبالرغم من هذا اللاعب كيلعب الجولف اكثر ما كيلعب لقاءات ديال كره القدم. ولاحظنا على ان زيدان لم يستدعي اللاعب لان اللاعب يرفض اللاعب، واللاعب كما كنقولوا لا يبالي، يعني في بعض الاحيان كيكون ناعس في المدرجات، بعض الاحيان كيدير بعض الحركات استفزازيه. تنظر على ان ريال مدريد يجب بناء فريق، لان بهذا الفريق صعب على اننا نشاهد ريال مدريد يتوج بدوري ابطال اوروبا. كيف ما قلت ريال مدريد يدفع ثمن ضعف الدوري الاسباني هذه السنه. ريال مدريد وبرشلونه كيقدم واحد المستوى سيء جدا، وريال مدريد يعني توج بالدوري الاسباني وحقق العديد من الانتصارات المتتاليه، ولكن كانت انتصارات صغيره، وتقريبا الانتصارات كانت كلها عن طريق اهداف من ضربات الجزاء، وهذا الشيء اللي غطى على ضعف ديال ريال مدريد في العديد من الجوانب. لاحظنا اليوم واحد الضعف كبير في اللياقه البدنيه، كيف ما قلت الفريق انهار بدنيا في الشوط الثاني. تأهل مستحق ديال السيتي، وايضا تأهل مستحق ديال ليون الفرنسي. من وجهه نظري الشخصيه هذه السنه غتكون واحد المفاجاه، ويمكننا نشاهدوا فريق لم يسبق له ان توج بدوري ابطال اوروبا. تأهل مستحق للسيتي، وايضا تأهل مستحق لليوفي في انتظار لقاء الغد اللي غيكون بين بايرن ميونخ. يعني بايرن ميونخ تقريبا تأهل بنسبه 99%، فاز بلقاء الذهاب 3-0. اضف الى ذلك تشيلسي يعاني من العديد من الغيابات، برشلونه في لقاء قوي سيستقبل ليون، تعادل كان في لقاء الذهاب بهدف لمثله. برشلونه صراحه يقدم اداء كارثي هذه السنه، يعتمد على لاعب واحد ليونيل ميسي وسيعاني كثيرا. يعني برشلونه الا ما غيرش في الخطه ديالو، ما كانش واحد الروح واحد القتاليه وجرينتا من اللاعبين، تنظر على انه سيعاني في التاهل. ولن استغرب الى شاهدنا ريال مدريد وبرشلونه يغادران دوري ابطال اوروبا من دور 16. عموما نبغي نعرف الاراء ديالكم، خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. واش كتظنوا على ان برشلونه في لقاء الغد قادر على التاهل، وشنو هما الاسباب اللي ادوا الى خروج ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا وكذلك لا يوفي. الى عجبتكم الحلقه كما هو العاده ما تنساوش تدعمونا باللايك، بارطاجيو الحلقه. بالنسبه للي كيشاهدنا اول مره تسجل في القناه ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش توصلك الجديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كره فان. السلام عليكم.
body, shake it, baby.